السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس، كلشي لاباس، صحتكم لاباس، نتمناكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله، وبصحه وعافيه، باش ما تمنيتو فرحانين ان شاء الله، نشطانين، هانيين، مهنيين. المهم اليوم جيت معكم بواحد الماسك اللي كيخلي البشره ديالكم موحده، وكيحيد التصبغات، يعني الوجه كيستافد منه بواحد الطريقه عجيبه. هذا الماسك هذا كنديروه منين كنكونوا يعني بحال دابا في ايام الصيف ولا من غير الصيف، يعني وجهك جا ودوك التصبغات، تقدر تجيك دوك التصبغات في الوجه ولا البقع الداكنه، يقدروا يجيوك من الماكياج ولا من العوامل الطبيعيه. المهم شحال من واحد كيجيوه من الماكياج ولا كيجيوه من الصيف، كنكونوا مشينا للبحر ولا غير خرجنا غير للزرقاء كنتسخروا ولا هذا، في الشمس بحال كيتحرق لينا الوجه ولا هذا. المهم كنديروا هذا الماسك، هذا راه كيوحد البشره وكيصفي الوجه، ما كيخلي فيه لا بقع لا حتى شي حاجه. غا هو قبل ما نبداو في الوصفه كنشكر الناس اللي مابونين معانا والناس اللي مازال ما داروا الاشتراك، كنتمنى ديروا لنا الاشتراك ودعمونا بلايك وكومونتير زوين الى عجبتكم الوصفه من طبيعه الحال، وبارطاجيوها مع الاهل والاحباب علاش لا. المهم نبداو على بركه الله الوصفه. قبل ما نديروها بعدا خاصنا نغسلو وجهنا بعدا كاينه بالماء اللي دافي بالماء والصابون باش الوجه ديالنا يتحلوا المسامات، كلشي المسامات تتفتح منين كنديروا الماء دافي للوجه، كيتفتح الوجه ديالنا كيتفتحوا دوك المسامات باش هكا نقدروا نديروا الوصفه تدخل وتخدم المفعول ديالها. المهم قبل منين كنديروا كنغسلوا وجهنا وكنديروا الطريقه الاولى اللي هي نغسلوا وجهنا بالماء والصابون، كنديروا هاد واحد المقشر. المقشر ضروري في هاد الوصفه، يعني هاد المقشر راه ساهل للبنات، ما فيه حتى شي صعوبه. المقشر هذا عباره على معلقه ديال السنيده اولا سكر حبيبات ومعلقه ديال العسل، ولا كان عندك حر يكون النتيجه احسن، انا هذا راه عندي حر. المهم كنشدوهم كنخلطوهم مع بعضياتهم بحال هكا مزيان، انا رانا خلطتهم شتي، كنخلطوهم هكا مزيان مع بعضياتهم حتى كيتجانس الخليط بحال هكا. ها انتم شوف، انا وريتكم، شوفوا معايا مزيان، ها هو مخلط. كنشدو هاد العسل هذا، سمحوا لي ما نقدرش نوريكم على وجهي ولكن غنوريكم في ايدي. غنشدو هاد العسل وغادي نحطو على وجهنا من بعد ما كنا غسلناه بالماء دافي والصابون، كنصبروا عليه واحد 3 دقائق وكنحطو عليه هاد الخليط هذا ديال سكر حبيبات والعسل، كنبقاو ندوروه هكا على شكل عقارب الساعة. منين كنبقاو ندوروه هكا كندعكوه بحال هكا غير بشويه، ماشي تبقى تشدي وجهك وتوركي عليه، لا غير بشويه دوري هكا وتعاودي دوري هكا باش هكا كيدخل هاد السكر حبيبات والعسل، كيدخلوا باش هكا راه العسل راه بلا ما نعاود لكم على المنافع ديالو، وراه مغذي للبشره، كيخلي البشره بحال الطفل صغير، البشره ديالك كترجع بحال اطفال. المهم كنشدو هاد العسل هذا والسكر حبيبات، كنبقاو ندعكوه هكا 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 مده ديال 3 دقائق حتى 5 دقائق، وانتي كدهكي ماكسيموم 5 دقائق، وانتي كدهني 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 اللي حتى كتدخل هادشي كامل في وجهك، يعني طريقه سهله وبسيطه. انا غادي نغسل يدي وغادي نرجع معاكم. البنات هنا منين غسلت يديا انا رجعت معاكم باش نكملوا الوصفه، ندوزوا للوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه هي عباره
اللي غادي تخلي لنا الوجه ديالنا ان شاء الله لون البشره ديالو موحد ومزيان هي الكركم. يعني الكركم كلشي كيعرفو، كاين شي واحد اللي ما كيعرفش الكركم ولا الخرقوم عرق؟ حنا في المغرب كنقولوا ليه الخرقوم عرق، هو هذا. نديروا واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم، ها هي. المكون الثاني هو الحليب، هذا هو المكون الثاني. نزيد عليه الحليب في هذا الشكل، هذا واحد معلقه كبيره باش كيتخلط لينا هاد الكركم كيف حال هكا بهذا الشكل. نخلطوه هكا، هاد الشكل هذا. انا غنزيد واحد شويه ديال الحليب لان ما درتش معلقه كافيه. عمرتش المعلقه، درت غير شويه شويه. المهم معلقه كبيره مع معلقه صغيره ديال الكركم، كيولي الخليط بهذا الشكل هذا كيما هكا. كيجي مزيان. انا علاش كندير ليه فحال هكا؟ لان علاش كندير غير الكركم والحليب؟ كاين اللي كيزيد حتى الحامض، لان البشره ديال وجهي ماشي دهنيه، يعني ما نقدرش ندير الحامض، لان الا درت الحامض غادي تزيد البشره ديال الوجه ديالي تنشف. ولكن الناس اللي عندهم البشره دهنيه يقدروا يزيدوا واحد جوج ولا ثلاثه ديال المعالقات ديال جوج ولا ثلاثه ديال القطيرات ديال الحامض هنايا باش هذاك الحامض كينشف الوجه الدهني، كينشف وما كيخليش يبقى دهني يخرج زيوت بزاف. وهاد الوصفه هادي كنشدوها وكنديروا ليها فحال هكا على الوجه عاود من بعد ما كنخليو الوجه من بعد هذاك المقشر الاول اللي كنديرو، كنخليوه يرتاح واحد خمسه واحد جوج حتى ثلاثه ديال الدقائق، وكنعاودو نديرو هذا على وجهنا. كندهنوه كيف حال هكا، نتوما شوفوا معايا مزيان، هانتوما كيفما تشوفوا كنديروه هكا. وما تخافوش من هاد الصفوريه ديال الكركم، راه ما كتبقاش، غير كنغسل وجهنا هكا، كنغسلو وجهنا وكندعكو هذا مزيان وغير بشويه حتى كنعمرو الوجه ديالنا بهاد الشكل هذا. من بعد منين كندعكوه مزيان كنعمرو هادشي كامل، كنديرو الجبهه وكنديرو جهه النيف، وكنركزو مزيان على الجبهه وجهه النيف، لان هاد الماسك هذا راه مخير البنات اللي عندهم الخطوط هنايا حدا النيف وحدا الفم وحدا وفي الجبهه، اللي كنسميهم حنايا تقدم في الشيخوخه، ولا كيف ما كيقولوا الشيخوخه المبكره. راه كينفعوا مزيان 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 مزيان، وكتبقاو ندلهنوه بحال هكا حتى وكنخليوه 20 دقيقه حتى ل 25، المهم حتى كينشف الوجه ديالنا تماما. ملي كينشف الوجه ديالنا تماما كنغسلوه هذا الماسك هذا، وكنشدو ما ورد كندهنوه على وجهنا. ملي كندهنو هذاك ما ورد على وجهنا ما كيبقاش هذاك الشيء ديال، ما كيبقاش هذاك اللون ديال الكركم ما كيبقاش في الوجه. عاد ملي كنحيدو هاد الكركم هذا وكنحيدو هذاك المعورد، غادي نشارك معكم واحد الزيت اللي هو خطير، كينفع
مخير الوجه، كاين في الوجه بزاف بزاف بزاف، اللي هو زيت الشاي البنات، زيت شجرة الشاي. اللي المهم كنتمنى انكم تكونوا شفتوه. المهم هذا راه مكتوب الهولندية، وهذه هي العلامة ديال شجرة الشاي، هي هذه. المهم ها هو انا مكتوب حتى بالفرنسي، لاننا هنايا كيكتبوا البرودوي بالفرنسي وبالهولندية. هذا هو الزيت اللي الا كان عندكم متواجد من مورا ما درتو ما ورد، غديروا هذا واحد جوج نقيطات ولا ثلاثة بحال هكا، بحال هكا جوج نقيطات ولا ثلاثة، وكندوزوهم هاك على الوجه. راه ما نعاود لكمش كيفاش كيرجع الوجه، كيرجعو رطب 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 بزاف حيت ما تصوريش، وكيغدي البشرة بواحد الطريقة اللي عجيبة. و كنتمنى هاد الوصفة هادي تنال الإعجاب ديالكم، و اللي ما دارش الشيراك يشترك معنا ودعمونا بلايك، وكنتمنىكم تبارطاجيوها مع الأهل والأحباب ديالكم، وإن شاء الله نزيدو مازال وصفات أخرين عندي، مازال إن شاء الله نزيدو وصفات أخرين ونفيدو بعضياتنا. دابا تنقول لكم شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.